أمر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بتعيين ناصر بن عبد الله بن بخيت الخميساني رئيسا لمركز الخالدية بمحافظة ربع. صحيح الخبر؟ اي نعم، طال عمرك اعتذر، قدمت اعتذار اي وتكني في الظروف الخاصة بإمارة مكة. اي وراح فترة الكلام هذا وجاءت الموافقة، بس قالوا على البديل، انتظر الحين يوجد البديل، فاختاروا ناصر، رشح الحين محافظ الشاب قبل ما يروح. اي حتى الأوراق والآن إن شاء الله بيستلم من بعد العيد بإذن الله بعد المرابطة. اي يعني لا مكلف بالمركز. اي انا عندي خبر، انت بلغتني يوم كنت اسوي معك مقابله بشان حق الشيخ ماجد بن قعيد رحمه الله عليه. اي نعم عندي خبر، بس انا ما حبيت يعني انزله الا بعد ما اتاكد يعني 100%. لا الخبر اكيد، والله يوفقك.